مشاهدينا الكرام، تحية لحضراتكم في متابعتنا الإخبارية المتواصلة على شاشة النيل للأخبار، وهذه المتابعة لاحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2023، والتي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة. خلال هذه الاحتفالية أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة اهتمام الأسرة المصرية ببناء الإنسان من أجل تفادي عدد من المشكلات الاجتماعية لا سيما التنمر. جاء ذلك في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية. لو احنا كلنا خدنا بالنا في بناء الإنسان الولد أو البنت، وفهمناه كويس ووعيناه كويس من هو صغير لغاية لما يكبر أو تكبر، النقطة دي هتبقى أو النقاط دي هتبقى يعني هتبقى محل اعتبار في التعامل بيننا وبين بعضنا. مش هنشوف تنمر، مش هنشوف في الشارع يعني حاجة مش لطيفة، مش عايز أقول التعبير تحرش ولا كلام منها، مش هنشوف ده ومش هنشوف حاجات تانية كتير. إذن يعني الموضوع او اللي احنا بنقابله في حياتنا كلنا في مجتمعنا كله مبني كله على كتاف الست، كتاف الست. وفي ناس كتير يقولوا يعني انت يعني سبب الرحمة اللي عندك، وهم بيقولوا حاجة تانية، مش بيقولوا رحمة بس، بيقولوا الحنية يعني. صحيح. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفراج عن جميع الغارمين والغارمات في مراكز الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية ليكونوا مع أسرهم في شهر رمضان المبارك. وجه الرئيس السيسي في كلمته خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بضرورة توفير المساعدات اللازمة لأسر الغارمين المفرج عنهم. كما قررت إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم. والحقيقة صحيح السيد وزير الداخلية كنت بتكلم معاه فقال لي خرجوا النهاردة بمعززين مكرمين، هم 85 غارمة وحتى الغارمين. كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها. واستكمالا لمسيرة دعم المرأة المصرية، أوجه الحكومة بما يلي: إصدار قرار بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها. زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن للوصول إلى المناصب العليا بالدولة. التوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل. التوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للداخل. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على أن يكون قانون الأحوال الشخصية موضوعيا ومتوازنا. احنا كلنا حريصين على ان القانون، قانون الاحوال الشخصيه، هيبقى قانون متوازن وموضوعي جدا جدا وبعيد النظر، وبعيد النظر. واسمحوا لي اقول لكم،
أصل ما فيش حد ليه مصلحة إن إحنا نعمل غير كده. يعني ما تفتكروش في البرلمان إن هيبقى مثلا الصوت ضد الموضوعية وضد التوازن. إحنا في النهاية هدفنا إن إحنا نحمي الأسرة ونحمي الأبناء أو البنات اللي من الأسرة ديت. ده بس قاعدة عامة لازم تكونوا منتبهين لها أو بأكدها لكم. ثم إحنا قلنا هنعمل نقاش مجتمعي كبير قوي عشان أطمنكم على إن الموضوع يخرج بالشكل اللي هو الموضوعي والمتوازن. بس كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تتصدى للمشكلات التي يعاني منها المجتمع من خلال عمل منظومة قانونية. هو بالسهل يعني على أي أسرة إن البيت يهدم؟ يعني يا جماعة يعني ده مصيبة لوحدها، تبقى هي لوحدها ويعني محتارة تعمل إيه، تجيب منين، تصرف إزاي، تودي المدارس إمتى، مش عارف. الكلام ده كله موجود. هو مجتمعنا إحنا يعني مجتمعنا غالبيته أسر ميسرة ولا أسر ظروفها صعبة؟ طيب ما كان الموضوع الفكرة بتاعته كده إن يبقى في الرقم ده، مش مثلاً رقم فيه ده 40-50 مليار جنيه، مش النهاردة لما نيجي النهاردة وزارة التضامن تقوم تقول لي إحنا مدينين ب 350 مليون جنيه. يعني معناه إيه؟ معناه إن الرقم ده بقى دين، بغض النظر دين على مين. يعني مش القضية عندي ب 350 مليون، لأن اللي أنا قلت لهم الرقم اللي هيتحط لو الناس حطت مليارين هنحط مليارين، حطوا 5 مليارات هنحط 5 مليارات. لأن الصندوق ده لما يبقى صندوق قوي وضخم هو عبارة عن صندوق اجتماعي، ضمان اجتماعي لأسرنا، لبيوتنا، لأولادنا وبناتنا الصغيرين. القضية كده باختصار. كما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الخاصة بالمرأة. تكليف الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية، تحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة في توطين الصناعة الحديثة في مصر، متابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة التحسن في هذا المؤشر، حماية المرأة العاملة وضمان حقوقها في مشروع قانون العمل. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته قد شهدا اليوم احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة. حضر الاحتفال رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته انتصار السيسي اليوم صورة تذكارية مع نماذج مشرفة للمرأة المصرية خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023. وحرص الرئيس السيسي والسيدة قرينته على تكريم النماذج المشرفة للمرأة المصرية بصعوده إلى منصة الاحتفال، وصافح الرئيس العديد من الأمهات المكرمات وأدار معهن حوارا وديا أصغى فيه باهتمام إلى حديثهن.
ومتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة إيمان نصري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان. برحب بحضرتك دكتورة إيمان. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك، وكل عام وحضرتك بخير، وكل امرأة مصرية بخير، وكل أم مصرية بخير. دكتورة إيمان، الرئيس السيسي بيحرص منذ تولي رئاسة الجمهورية على المشاركة في كل فعاليات الاحتفال بالمرأة المصرية أو الأم المثالية. دلالة ذلك من وجهة نظرك وأثره على وضعية المرأة في المجتمع المصري؟ هو الحقيقة تقدير رئاسة الجمهورية لدور المرأة المصرية، وده واضح الحقيقة في أكتر من حدث، مش بس الاحتفال بيوم المرأة العالمي ويوم المرأة المصرية ويوم الشهيد وغيره، هو تقدير كبير جدا بيدل على أنه في حق لكرامة المرأة المصرية، وفي تقدير وفي احترام كبير جدا لدورها في كل الأحداث. يعني عايزه اقول انه مش بس علشان يوم المراه المصريه 8 مارس او 21 مارس، لكن في كل الاحداث بيقول انه المراه مهم ان احنا نحترمها على مدار ادوارها المختلفه اللي بتاديها داخل الاسره وبيئه العمل. مهم جدا ان احنا نقدرها، ده لازم يسمع في سلوكنا جميعا. يعني زي ما السيد الرئيس بسلوكه المتواضع وبتقديره الكبير للمراه المصريه، ده بيدي قدوة لكل مواطن مصري، بيقول له مهم جدا انك تحترم وتتعامل مع المرأة ككيان هام جدا وجوده. لازم يكون في نوع من الاحترام في الألفاظ، في طريقة الإلقاء، في التعامل معاها، في التفاعل اليومي معاها، وانه تقديرنا للمرأة ما بيكونش مرتبط فقط بحدث او احتفالية او مبادرة معينة، لكن ده سلوك يومي لازم يكون في حياتنا اليومية. نعم دكتورة إيمان، المرأة المصرية حققت خلال الأعوام القليلة الماضية العديد من الإنجازات على المستوى التشريعي وعلى المستوى السياسي أيضا، وأيضا حظيت بنسب كبيرة من المشاركة في البرلمان، المشاركة في الحكومة، في الحكم المحلي للمحافظات ورؤساء أحياء، وأيضا في كافة المؤسسات على مستوى الدولة. الأثر الذي حققته المرأة المصرية وتركته من خلال هذه المشاركة وهذه أو هذا التواجد وهذا التكريس لوجودها على مستويات عليا في القيادة في الدولة المصرية، إلى أي مدى نجحت المرأة المصرية في إثبات وضعها ومكانتها وقدرتها على إدارة هذه الأعمال؟ هي الحقيقة نجحت بقدر كبير جدا، إنها تقدر توصل صوتها وتوصل احتياجات الأسرة للواقع. بمعنى لما بيكون في مطالبة لعضو مجلس الشعب وبتكون سيدة، ده بينم على إنها بتدرك إيه اللي بيحصل في الواقع وإيه اللي بيحصل من مشكلات اجتماعية سواء للأسرة أو لسكان المجتمع الموجودين، وبتوصل الصوت ده بكل شفافية وبكل وضوح. بيقول كمان انها قادره على المساءله، بمعنى ان لو حبيت ان انا اشوف المراه اللي تقلدت المنصب ده جديره بالمنصب ولا لا، فقدرتها على انها توصل الراي وانها تقول طبيعه الاحتياج ايه هو اللي موجود في المجتمع، ده اللي المفروض بيوصل للمسؤول. فهي قدرت انها تنجح كقناه اتصال، وقدرت انها تنجح كمسؤول في انها يمكن مساءلتها ويمكن انها تقول الحقائق كما هي عليه بطريقه فيها نوع من اللباقه والكياسه وقدر من الحنكه السياسيه، على انها تقدر تطالب احتياجات المجتمع وتقدر كمان تنفذ القانون والتشريعات على ما هي عليه، وتقدر كمان تطالب بتعديلها في حال الاحتياج لده. فقدرتها على انها توصل الكلام ده بقدر من المعرفه والخبره واستخدام العلم اللي موجود عندها برضو، ده حاجة ما هياش يعني فيها نوع من التخاذل، بالعكس هي كانت قوية في انها تقول رأيها، كانت قوية في انها تصدر احتياجات المجتمع، كانت قوية في انها تقول المشكلات 1 2 3 والحلول والبدائل ممكن تكون ايه. نعم. من ناحية تانية، من ناحية التشريع والقوانين، اذا كان في بعض القوانين اللي ممكن محتاجة تعديل علشان هي مر عليها سنوات طويلة وأصبحت الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بتحتم تعديلها، فهي أيضا بتقول رأيها فيما يخص إجراء بعض التعديلات بما يتناسب مع الاحتياجات الجديدة والأوضاع الجديدة. نعم
دكتورة إيمان، الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بالمرأة من الناحية الصحية، العديد من المبادرات في قطاع الصحة تم توجيهها للمرأة المصرية، منها مثلا الكشف المبكر عن سرطان الثدي والصحة الإنجابية وغيرها من المبادرات التي تخص المرأة تحديدا إلى جانب الإنسان المصري بصفة عامة. إلى أي مدى بتري حضرتك اهتمام الدولة المصرية بالجانب الصحي للمرأة وانعكاس ذلك على جهود التنمية بصفة عامة في المجتمع المصري؟ خليني أقول أنه الاهتمام بالمرأة، وكمان في حابة أن أنا أضيف جهود أخرى تعملت برضو لها علاقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، فصول متابعة الحوامل، ودي حاجة بتتعمل جهود بتبقى من ضمن القوافل الطبية اللي بتتعمل، بتبقى هدفها التوعية، وخصوصا كمان للسيدات اللي بتبقى أم لأول مرة، وبتبقى كمان في المناطق الفقيرة اللي بتبقى غير قادرة فيها الأم على تحمل تكاليف الكشف الطبي ومتابعة الحمل مع الطبيب. ففي أدوار مهمة جدا إحنا كمجتمع محتاجين ناخد بالنا منها إن إحنا نعملها، بمعنى العمل الأهلي بيقوم بدور كبير جدا في ده، يعني مجتمعات مؤسسات المجتمع المدني من نقابات وأحزاب واتحادات محتاجة تشتغل في ده مع المجتمعات مع الجمعيات الأهلية. فالحكومة بتقدم الأدوار الممكن اللي هتتعمل، المبادرات الرئاسية موجودة، محتاج بقية الأطراف في المجتمع المدني من نقابات وأحزاب واتحادات إنها تعمل ده وتكمل ده، لأنه المبادرات الرئاسية بتقوم بدورها، بتقول لك ابتدي اشتغل والمجتمع محتاج، والمجتمع في عندك نسبة أمية عالية وفي عندك مشكلات كبيرة جدا كان ممكن انك تتلافاها اذا كنت عملت، اذا كنت شاركت في التوعية من الاول. نعم. حابة اقول برضو انه الصحة الإيجابية فيها بعد مهم جدا محتاجين نبتدي نفكر فيه، الشباب المقبل على الزواج والمراهقين، يعني عندنا لسه مشكلة الزواج المبكر موجودة، فتيات بتتجوز 16 سنة و17 سنة وده مقبول في بعض المجتمعات لكن على مستوى المجتمع كله غير مقبول طبعا قانونا ولا اجتماعيا، لكن السلم المشكلة موجودة. فالنقل التوعية هنا والوعي بأنه الفتيات الأخطار الصحية اللي هتتعرض لها في حالة الزواج المبكر، وأنها ممكن تكون أم شايلة طفلة وهي لسه طفلة عندها 15-16 سنة، هنا المجتمع المدني لازم ياخد بقى من المبادرات اللي ابتدت تشتغل والتوعية الموجودة والتنظيم الأسرة والصحة الإيجابية تبتدي تشتغل على الفئات الأصغر سنا وتكمل، فهنا يكون الأدوار كلها تشاركية تكملت مع بعضها، اشتغلت كلها على هدف واحد وماشية كلها في سياق استراتيجية مصر 2030 علشان نقدر كل فئات المجتمع تكون مستفيدة، ما يكونش في فئة لسه لم يلبى الاحتياج بتاعها ولسه ما وصلهاش التوعية الصحية المطلوبة. نعم. دكتورة إيمان، الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلماته أثناء هذه الاحتفالية تحدث عن الاهتمام ببناء الإنسان، ضرورة الاهتمام ببناء الإنسان، وإن العديد من المشكلات الاجتماعية يمكن يعني التغلب عليها أو القضاء عليها بالاهتمام ببناء الإنسان، مثل ظاهرة التحرش مثلا أو التنمر. في أي إطار بتنظري إلى فكرة بناء الإنسان وجهود الدولة في هذا الإطار؟ هي الحقيقة بناء الإنسان هو عصب التنمية، لأنه التنمية بتكون موجهة للإنسان ولكل الإنسان لكل الإنسان بمعنى اجتماعيا، ثقافيا، فكريا، اقتصاديا، نفسيا. اللي بيتنمر أو العنف اللي بيحصل بكل الأشكال بتاعته، اللفظية اللي هي أكتر شكل شائع من أشكال التنمر وأكتر شكل شائع من أشكال العنف، ده بيعني أنه في احتياجات نفسية موجودة غير ملباة، بمعنى كل شخص بيتنمر على غيره هو في عنده مشكلة معينة تعرض لها لم يجد حد يحل المشكلة دي، ده جانب. الجانب الثاني ممكن يكون هو غير مدرك بحجم اللي هو بيعاني منه وغير مدرك أنه في مشكلة معينة بيأثر، يعني بيأذي بيها غيره وبيأذي بيها نفسه قبل اي حد تاني. ادراك ده لما بيكون شخص ابتدى يدرك تاثير اللي هو بيعمله لفظيا ونفسيا على الاخرين، ده اول خطوه في خطوات
حل مشكله التنمر. نعم. علشان ادرك ان عندي المشكله دي او اني انا باذي غيري بالكلام ده محتاج ان حد يفهمني ان ده غلط. فبالتالي السيد الرئيس في معظم خطاباته اللي بيوجهها مشكورا بيقول بيعمل فيها كده هايلايت على كتير من المشكلات الاجتماعيه والامراض الاجتماعيه والنفسيه اللي بتبقى موجوده وبتسمع في السلوك العام، لانه معناها ان نسبتها بقت واضحه وعاليه وارتفعت وانتشرت وتاثيرها بقى كبير. مشكله هنا في الفئات الاصغر سنا اللي هي بتقلد بدون وعي وبدون ادراك. محتاج ان الكبير يدرك ان ده خطر وان ده خطا وانه لازم ده يتبدل باساليب الحوار الايجابي، بتعلم التواصل الفعال يكون ازاي، بتعلم ازاي تدير الحوار بحيث انه مش لازم واحد يكسب والتاني يخسر، لازم الاثنين بيكسبوا بالمحبه وبالتقدير وبالاحترام، وانك تستطيع انك تعبر عن ما بداخلك بطريقه مختلفه. يعني مش لازم كلنا نمشي ورا اتيتيود واحد بدون تفكير، لا لازم نفكر الاول هي الكلمه قبل ما تطلع صداها هيكون عامل ايه، تاثيرها هيكون عامل ايه، هيحقق لي اللي انا عايزه ولا ممكن اخسر اللي قدامي ولا ممكن اخسر نفسي، ولا نخلينا نمشي في اتجاه ايجابي يكون افضل. يجي بقى الصغير اللي هو لحد 15 سنه اللي هو بيقلد بدون تفكير وبدون وعي، محتاج ان انا اخد بالي منه كويس قوي. نعم. كمدرس وكاب وكام وكحد ماشي في الشارع محتاج قوي تخلي بالك من تصرفك، لانه بالتاكيد الصغير ده هيقلد الكلام اللي بيتقال وتصرفات بدون وعي منه وبدون فهم. محتاج المناهج تشتغل على ده، محتاج الانشطه كمان التعليميه تبقى فيها حاجات ليها علاقه بده، بتعلم الولاد من هم صغيرين يعمل ازاي حوار، يعبر ازاي عن اللي جواه، عن ضيقه، عن احتياجه النفسي، عن مشكلته اللي بيمر بيها بطريقه فيها منهجيه مظبوطه، يعني علميا مظبوط، فيها حوار اجتماعي مقبول، الطرف اللي قدامك بيقبل الكلام اللي انت بتقوله. فمحتاجين انشطتنا في التعليم تختلف شويه. نعم. أنا بشكرك دكتورة إيمان نصري أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان على وجود حضرتك معنا، وكل عام وحضرتك بخير. وفي كلمتها خلال الاحتفالية بيوم المرأة المصرية أكدت رئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي أن الدولة المصرية حققت تقدما ملموسا في استراتيجية تمكين المرأة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تفخر أمام العالم بما تحقق لها من إنجازات. حققت مصر تقدما ملموسا في مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 في مراجعتها النصفية من مرصد المرأة المصرية، حيث رصدنا تقدما وثباتا في 33 مؤشرا وتحديا في 3 مؤشرات. وخلال عام 2022 وصل عدد مستفيدات المجلس القومي للمرأة إلى ما يزيد عن 12 مليون في المحافظات، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي إلى 104 ملايين معدل وصول عبر الحملات التوعوية. وخلال 7 أعوام نجحنا في تحقيق 48 مليون تواصل توعوي عبر طرق ما يزيد عن 5 ملايين باب. كما أعربت رئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي عن تطلعها لإصدار قانون عمل دائم للمرأة يوفر بيئة عمل آمنة مع تغليظ عقوبات الإيذاء البدني في إطار الأسرة. في إطار الآليات الوطنية والتشريعات والتشريعية والتنفيذية ومسارات الإحالة المعتمدة لحماية المرأة من جميع أشكال العنف والممارسات الضارة، انخفضت نسبة ختان الإناث إلى من 21% إلى 14% للفئة العمرية من 0 إلى 19. وللمرة الأولى في مصر أطلقنا البرنامج التدريبي المجاني المعتمد للصحة النفسية للمرأة وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي الأولي للسيدات. وفي إطار القوانين والتشريعات نتطلع لقانون عمل داعم للمرأة يوفر بيئة عمل آمنة ومساندة وتغليظ عقوبات الإيذاء البدني في إطار الأسرة. وكلنا ثقة في صدور قانون أحوال شخصية متوازن يدعم الأسرة، يدعم استقرار الأسرة ويحافظ على مكتسبات المرأة وينتصر للمصلحة الفضلة للطفل. أمهات وبنات مصر عمرها ما هتقلق ولا هتخاف طول ما هي عارفة إن أبوها وأخوها هو رئيس الجمهورية. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن المرأة دائما تقوي أكثر
تقوى أكثر بفضل دعم القيادة السياسية ومؤسسات الدولة. والمرأة تقوى أكثر بأكثر بدعم القيادة السياسية وبدعم حضراتكم وبمؤسسات الدولة القوية وبرجالها الواثقة الأبية، فلا مجال ولا وقت للضعف ولا للفتور مهما كبرت التحديات ومهما كثرت المحن. ولن تتأتى التنمية المستدامة ولا الاستثمار في البشر دون العمل على ثلاث محاور أساسية: تعليم المرأة وتكافؤ الفرص التعليمية، تعزيز الوعي والتثقيف المجتمعي، وثالث محور هو المشاركة في سوق العمل والإنتاج والحماية الاجتماعية. ولوزارة التضامن الاجتماعية جهود تذكر في كل محور من المحاور الثلاث السابقة. وفي كلمتها خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن قضايا المرأة وجهود تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا أصبحت نقطة انطلاق مضيئة في جميع محاور رؤية الدولة وبرامجها التنموية. فقد أصبحت قضايا المرأة وجهود تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا نقطة انطلاق مضيئة في جميع محاور رؤية الدولة المصرية وبرامجها التنموية. فالاهتمام بدعم المرأة وتمكينها أصبح متأصلا في التوجه التنموي للدولة، وتتجلى ثمار هذا التوجه وهذا الاهتمام في أرقام ومؤشرات إيجابية. ولأن المرأة هي عماد الأسرة والمجتمع وحارسه الأمين، جاء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية ليعزز جهود تحسين وضع المرأة والارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية من خلال المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموي، لتحقق التمكين الاقتصادي للسيدات بتوفير الخدمات المالية وغير المالية لمشروعات المرأة وبرامج التدريب من أجل التشغيل بتعاون وثيق بين كافة شركاء التنمية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية والمصرفية، علاوة على تقديم لأول مرة حوافز إيجابية من خلال وثيقة ادخارية مؤجلة مشروطة بالالتزام بالضوابط التي تضمن الحفاظ على صحة المرأة وصحة أسرتها. ومتابعة أيضا تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة فاتن عريف، خبير قانوني والباحثة في قضايا المجتمع. برحب بحضرتك أستاذة فاتن، وكل عام وحضرتك بخير. حضرتك طيبة وبخير. أستاذة فاتن، الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على حرص الدولة على أن يكون قانون الأحوال الشخصية موضوعيا ومتوازنا وبعيد النظر لحماية الأسرة والأبناء. تحدث أيضا الرئيس عن الاهتمام بالنقاش المجتمعي والحوار المجتمعي حول هذا القانون حتى يخرج هذا القانون موضوعيا ومتوازنا وبمعرفة المجتمع ككل. كيف تنظرين إلى بناء هذا القانون وإلى أي مدى يمكنه أن يتخطى أي سوءات موجودة في القانون السابق؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل نساء مصر، كل سنة وانتم طيبين. طبعا ده شهر المرأة وعيد الأم. طبعا الدعم السياسي للمرأة المصرية اللي بيتم دعمها بشكل كبير جدا من القيادة السياسية، ده بيديها ثقة وبيديها أمان على ان كل اللي قادم ان شاء الله بإذن الله افضل. من اول حضرتك السيدات الفضليات سواء كانت الوزيرات او رئيس المجلس القومي للمرأة لما تحدثوا عن الاستراتيجية الرائعة اللي اطلقها سيادة الرئيس كانت 2017 واعطاء عام للمرأة 2017 بالتمكين السياسي والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية. وهنا بنتكلم بقى حضرتك عن الحماية القانونية. اعتقد ان قانون الأسرة ده هو قانون حماية لكل الأسرة، وانا اذا كنت انا بتكلم فانا لا هنحاز لجانب المرأة ولا هنحاز لجانب الرجل، ولكن احنا محتاجين قانون يساعد على دعم واستقرار الأسرة المصرية وحقوق الطفل. الطفل لا اختار الأب ولا اختار الأم ولا اختار ان هو يكون في انفصال ما بينهم، وبالعكس هو المضرور في كلتا الأحوال. الأم هتروح وتشوف حياتها والأب نفس الحكاية هيأسس أسرة جديدة، بس قبل ما يأسس أسرة جديدة ما يكونش تأسيس الأسرة الجديدة دهيت على أنقاض الأسرة القديمة.
الطفل ليه حقوق وليه مستحقات، لابد من القانون الجديد ان هو يراعي حقوق ومستحقات الطفل. نعم. سواء كان في مسكن امن، سواء كان في نفقه تساوي القيمه الاقتصاديه للوقت الحالي اللي احنا بنعيش فيها، ما يطلعش مبالغ زهيده حضرتك زي اللي بتطلع دلوقتي من المحاكم على ان هي نهايه القيمه والمفروض ان الطفل يعيش بيها. غير كده هو الطفل حضرتك اللي ليه حق في ان هو دخل مدرسة، والمدرسة ده هي تكون مدرسة دولية أو مدرسة حضرتك لها ما يتمش تغيير المدرسة بعد الانفصال، لأن الطفل ده هو هيتم يعني سبب كبير جدا من أنه هو يكون عليه ضغوط نفسية وضغوط اجتماعية بتغيير الحالة اللي هو المفروض بيكون فيها داخل المدرسة ويتم تحويله لمدرسة تانية حكومية. غير كده هو حق الطفل ده هو حقه أنه هو يعيش هو كمان حياة كريمة وحياة أمنة. مش معنى الانفصال ما بين الأب والأم أنه هو تفضل الأم تدور في محكمة الأسرة علشان تدور على نفقة الطفل من الفرش والغطاء، نفقة الطفل من الإطعام، نفقة الطفل في حتى في حالة ان هو بعد الشر لو جرى له حاجة او اوعية او راح للدكتور، الاول الام هي اللي بتدفع وبعد كده هو بتروح تسترد بعد فترة من المحكمة المبالغ ده هي. طب مبالغ بقى حضرتك السيدة البسيطة اللي ما عندهاش حضرتك قدر من التعليم، اللي موجودة في الكرة وفي النجوح، هي هتجيب منين؟ والاب نفسه لما تم حضرتك الانفصال ما بينه وما بين الزوجه نتيجه ان هو مش قادر ان هو ينفق على اسرته، فهو ساب الابناء بالنسبه للام الى ان حين الفصل. فمحتاجين ان احنا نقف عند طول الاجراءات القانونيه ومدتها. نعم، انا بشكرك استاذه فاتن عريف خبير قانوني والباحثه في قضايا المجتمع على وجود حضرتك معنا.